الشرقيه هنا في البريمو هي فقط نمبر 1. اخدها معاك، انت هتختار واحد من الثلاثه الموجودين، هم ثلاثه كلهم كويسين لكن الاقرب ليك انت نمبر 1 بالنسبه لك. افضل لاعب في الاهلي في المونديال، معلول ولا عبد القادر ولا حسين الشحات؟ من وجهه نظر الشحات، مش احمد عبد القادر. لا لا، احمد عبد القادر كان ليه دور طبعا، لكن انا شايف ان الشحات كان اكثر فعاليا اكتر. طيب تمام، ده من وجهه نظرك. انا بالنسبه لي احمد عبد القادر الصراحه. افضل لاعب في المونديال بشكل عام، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولا بيدرو لاعب فلامينجو ولا سينو الهلال السعودي؟ جونيور طبعا. افضل لاعب في الداخليه بقى من وجهه نظرك، طبعا اكيد انت عارف كل اللعيبه، مصطفى فوزي، سمير فكري ولا رشيد احمد؟ لا شايف سمير فكري عامل من بدايه الدوري ماتشات كويسه، ويمكن فارق بشكل كبير جدا بادائه مع الفرق. افضل مدرب في الدوري لغايه دلوقتي، كولر، كابتن شوقي غريب، ايمن الرمادي؟ انا شايف لا الثلاثه عاملين حاجه كويسه السنه دي. واحد بس ممكن، مش عارف واحد يعني. انا شايف انا يعني انت طبعا هو كولر لما نيجي نقول الاهلي هو بطل يعني، هو المتصدر حتى الان وراجل ما اتغلبش، لكن بالزبط. انا بكلمك على الشكل العام اللي بيعمله كل واحد فيه، عامل حاجه محترمه جدا مع المقاولين السنه دي، والنتائج هايله. كابتن ايمن رمادي بقله الامكانيات المتاحه له في اسوان ماشي بالفرقه بشكل هايل يعني. فعشان كده يعني الاختيار بالنسبه لي بصراحه مش هيزعل منك والله. لا والله مش لحاجه، لا لحقهم يعني. طيب افضل لاعب في الدوري لغايه دلوقتي، ديانج، محمد رضا بوبو ولا رمضان صبح؟ افضل لاعب في الدوري حتى الان اكثر ثباتا في الثلاثه دول؟ لا ديانج اكثر ثباتا في المستوى. طيب افضل مدرب بقى اتدربت معاه، كابتن ابو المجد، كابتن حامد توران ولا كابتن شوقي غريب ولا كابتن ولا مستر جوزيه؟ للامانه الثلاثه والله معاك والله ابو المجد بقى. والله العظيم معاك. والله العظيم لا يعني لك احمد ابو سلم دلوقتي يخش لك على التليفون. خلي بالك، بص واحد بس اديني واحد، خلي بالك اكتر بص. واحد حسيت ان هو فرق معاه كل واحد من الثلاثه اثر في ابو المجد في واحد في بس أدي. طب واحد اكتر واحد طب انا هختار اثنين يعني، اكتر اثنين يعني اثروا بشكل كبير جدا، عشان يعني انا اتمرنت معاهم كتير. طبعًا. كابتن شوقي غريب طبعا عشان المنتخب، وكابتن حلمي طولان طبعا، انا قعدت معاه يمكن حوالي 6-7 سنين. تمام ماشي خلاص انا مسامحك في الدائرة. افضل ظهير ايمن الموسم ده، باسم علي فيوتشر ولا هشام صلاح الاتحاد ولا جيفرسون فاركو؟ شايف هشام صلاح. هشام صلاح الاتحاد. تصعب ليه كده يا ابو المجد في الاختيارات؟ قول يا ما حدش هيخالف. لا لا خالص، لا انا بدي لكل واحد حقه. ما كل واحد حقه، هم الثلاثه احسن من بعض، لكن من وجهه نظرك الاختيار ده عنده مثلا سنه كده، من وجهه نظري زيادة. من وجهه نظري مثلا في المدربين الثلاثه عاملين طفرات السنه دي. انت بتتكلم على زي ما قلت متصدر دوري طبعا. انا متفق معاك، متفق معاك. كابتن شوقي غريب عامل تطور كتير قوي مع المقاولين، كتير جدا في المقاولين السنه دي. بتتكلم على كابتن ايمن الرمادي، اشتغل مع فرقه برضو زينا في الداخليه، امكانياتها محدوده. تمام يا ابو المجد، فعامل طفره. انت نورتني وشرفتني، سعيد.